يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: المعنى إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني، والخطاب لقريش خاصة، والقربى قرابة العصوبة والرحم، فكأنه قال احفظوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة. احفظوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة. إذن هذه القضية. القضية الثانية أنه ليس قرب النبي هؤلاء فقط حتى يقيد، وإنما قرب النبي أكثر من ذلك بكثير، كما تحدثنا عن أهل البيت أنهم أعلم. أحسنت. إذن لا يصح لهم الاستدلال يعني بهذه الآية، وهي ما تسمى بآية المودة: قل لا أسألكم عليه أجل المودة في القربة، وقل إلا هنا ليست استثناء متصلا، وإنما هي منقطع بمعنى لكن، ولكن أريد المودة في القربة، أنا قريبكم دعوني أدعو، لا تؤذوني للقرابة التي بيني وبينكم. لم يكن بيت من بيوت قريش كما يقول ابن عباس إلا وللنبي فيهم قرابة، لأن قريش إيش يا قريش؟ قريش قبيلة، قبيلة أسرة تتزاوج، هذا ابن عمه وهذا ابن عمتي. أنت لو أنت مثلا الزبير بن العوام ابن عمة النبي، عثمان طيب جدته عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، أبو سفيان ابن حرب، صخر بن حرب، طيب سعد بن أبي وقاص زهري أخوال النبي، أمهم بني زهرة، فكل قريش متقاربة، هم أقارب ويتزوجون من بعضهم البعض، فلم يكن بيت من قريش إلا وللنبي فيهم قرابة صلوات ربه، إما أعمامه إما أخواله إما بنو أخوال وإما بنو أعمامه وهكذا.